تواصل معارض أهل رمضان المتواجدة بمدن دمياط توفير السلع الغذائية بجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين خاصة الأرز. ويواصل معرض قارة الخياطة توفير التخفيضات على السلع بنسبة من 20 إلى 30%، ويقدم المعرض أكثر من 10 قرى مجاورة. بالنسبة للأسعار عندنا هنا في السوق ما شفناهاش بره، فعلا الاشياء مدعومه ومدعومه جامد وبتتباع بسعرها واقل من سعرها، وده حقيقي وشايفينه ولامسينه. كل حاجه سعرها تمام، والرز ب 15 جنيه وشغال من الساعه 9 الصبح للساعه 9 بالليل.